الانديه اللي فيها استقرار كويس جدا، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. معايا الكابتن احمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو. يا كابتن احمد مساء الفل، منورني واهلا بحضرتك. كابتن احمد الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء الفل، وحشنا يا كابتن احمد، اخبار حضرتك حبيبي ايه؟ حبيبي يا دكتور، وحضرتك اكتر والله، بتشرف دايما بحضرتك الله يبارك فيك يا ومبسوط كابتن، اني معاك. الله يكرمك، حبيبي وانا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. واحد من الشخصيات الجميله، وان شاء الله خدت الفرصه وهتستثمر هذه الفرصه ان شاء الله، وتقدر تقدم نفسك بالصوره اللائقه واللي انت تقدر تنقذ بها فريق فاركو ان شاء الله يا كابتن احمد باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، ومتشكرين جدا لدعم حضرتك والكلام الجميل اللي قلته، وفعلا النادي يستحق هذا الكلام جيد جدا، لان النادي منظومه احترافيه على اعلى مستوى ومنظومه محترمه جدا. انا مثلت النادي كلاعب قبل ما بطل واشتغل مع الاجهزه الفنيه اللي اشتغلت الفترات اللي فاتت كلها، وعارف قد ايه النادي بيوفر كل الامكانيات لكل فرد مش موجود جوه الكيان دوت، من لاعبين، من اجهزه فنيه، من اجهزه اداريه، حتى العمال المهمات، اي حد بيحس في الكيان ده منظومه محترمه بمعنى الكلمه. مظبوط مظبوط، روح الاسره وروح الجماعه دايما هنا سيطر علينا كلنا وعلى انطباعاتنا ومشاعرنا. فعشان كده يا دكتور دي النقطة الأساسية اللي أبدأ بها كلامي معاك، إن إحنا ما عندناش أدنى شك رغم صعوبة الموقف اللي إحنا فيه، إنما عندنا إيمان كبير جدا بقدراتنا وبإمكانياتنا وبإن إحنا نقدر نتخطى الوضع دوت، وما عندناش أدنى ثقة في أي حد من اللي موجود، جميع الجهاز، جميع اللاعبين الموجودين على قدر المسؤوليه، وهم بالفعل هم اللي حطوا النادي في مكانه قد كده عاليه ومكانه كبيره، وهم اللي قادرين يرجعوا لي المكانه الثاني. ايه اللي انت محتاجه يا كابتن احمد عشان تعدل هذا الموقف الخاص بفريق فاركو؟ محتاج ايه؟ بص يا دكتور، خلينا متفقين ان توفيق ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه في امور حياتنا هو في كل شيء، طبعا بالاخص في كره القدم انت التوفيق عامل مهم جدا. احنا الحمد لله انا راضي جدا عن اللي اللعيبه بتقدمه الفتره اللي فاتت، سواء في ماتشات كاس الرابطه تولينا فيها المسؤوليه انا والجهاز اللي معايا، وماتش النهارده كبدايه في الدوري بعد العوده والتوقف الاخير. فبصراحه ما اقدرش الوم اي حد على اي حاجه، الناس كلها بتتعب جدا معايا في التمرين، وكل الناس بتنفذ، واعتقد ان لحد ما واضح في الاداء، واضح في الناس اللي بتحلل ادائنا فنيا او بدنيا، الحمد لله الامور فيها تحسن، الحمد لله الرغبه عند اللعيبه موجوده ومحدش بيأثر في حاجه، احنا مش ناقصنا غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى بس، وواثقين طيب ان ربنا مش بيضيع تعب حد. يعني عندك غيابات، يعني رامي صبري وكان اصابته بالصليب واحد من اللي بتعتمد عليهم دايما في خط الدفاع، هل رجوعه يعني هيبقى اضافه للفريق خلال الفتره القادمه؟ ويقدر ان هو يساهم مع زملائه في انتشال الفريق اللي هو فيه؟ طبعا كويس ان حضرتك ذكرت النقطه دي، لان انا حابب اوجه لكابتن رامي صبري الشكر، وحابب اوجه له التهنئه اولا كمان على رجوعه لينا بسلامه ورجوعه لفرقته وفترته، لان رامي بيحظى بثقه كبيره جدا 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 من كل المسؤولين في النادي واللاعبين، فرجوعه ده ثقل كبير جدا لينا. رامي شخصيه قياديه محترمه، بيبعث الثقه والاطمئنان في نفوس الناس اللي بتعامل معاه كلها، فانا بشكره جدا على روحه النهارده وعلى تعبه وعلى قتاله في الملعب هو وزمايله كلهم، وبتمنى عوده حميده ليه، وباذن الله يعمل لنا اضافه هو وباقي اللعيبه كلها، ورجوع شريف جديد وباذن الله يبقى في احسن حال، وبتمنى الشفاء لاحمد شريف وياسين مرعي ويرجعوا لنا بالسلامه، اصابات بسيطه، ومحمود جهاد مش عايز انسى حد، يعني احنا عندنا غيابات تانية في لعيبه كتير كتير مؤثره، ولكن ثقتنا في باقي اللاعبين كلهم وكله بيشتغل على ارض لاجل واحد، فباذن الله هنتخطى الامور ان شاء الله. طيب رسالتك للجماهير في مدينه اسكندريه، وانا عارف ان انت رغم ان انت نادي شركات، لكن انا عارف عدد الجماهير كبير جدا بيؤذي فريق فاركو، سواء كان من العاملين في الشركه عند حضرتكم او من جماهير مدينه اسكندريه، يعني بعد زياده اعداد الجماهير ل 20,000 هيبقى يعني ده حافز كبير جدا للانديه وللاعبين في تقديم افضل مجهود داخل مستطيل الارض. ايه الرساله اللي توجهها لجماهير الاسكندريه؟ والله انا يعني انا بشكر فعلا الجمهور الكبير اللي بيجي يحضر لنا الماتشات، سواء من الاساتذه الافاضل اللي عاملين بالشركه، لان هم فعلا نفس الاحساس الاسري
دي كل حد بيعمل في شركة فاركو بيفتخر ان هو بيشتغل فيها، لان هي منظومة متكاملة محترمة سواء في الشركة او في النادي، كلنا مكملين لبعض. بنتمنى مساندتهم ومؤازرتهم اللي هم مش بيبخلوا علينا بيها ومش بيأثروا معانا فيها. بنتمنى ان هم يزورونا في الفترة اللي جاية يعني بشدة، ويتمسكوا معانا بالوحدة اللي احنا دايما بنحسها منهم، وباذن الله نقدر نسعدهم ونفرحهم ونكون عند حسن ظنهم. انا عايزهم يطمنوا، مش عايزهم يقلقوا خالص، عايزهم يعرفوا ان في رجاله بتشتغل وبتتعب عشان خاطر تتخطى الموقف الصعب دوت. ثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى كبيره، وثقتنا في نفسنا اكبر. يعني باذن الله يعني هنتخطى الامور دي ونرجع لوضعنا الطبيعي في الجدول، وربنا كريم باذن الله، وتوفيقه لينا في الفتره اللي جايه هو اللي هيفرق معانا كتير ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك التوفيق كابتن احمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو. اذا ثلاث مباريات على مدار اليوم، فوز وحيد للمصري البورسعيدي على فريق بلديه المحله بثلاث اهداف، وتعادل ايجابي بهدف مقابل هدف في مباراه سيراميكا.